الإخوان السلام عليكم. شوفوا سبحان الله فين وصلنا، هاد لا تكنولوجي فين غاديين بها. عندك مشكل في الطوموبيله ديالك، تكنيسيا كيجي عندك حتى للدار ويصوبها لك. كتجبد التليفون ديالك اللي مكونيكتي مع الطوموبيل، هذاك الشيء اللي في الطوموبيل راه كاين في التليفون ديالك. كتمشي لا ميساجري، كتدخل الميساج ديالك اللي متعلق بالمشكل ديالك، يعني كتكتب المشكل ديالك في الميساج، تيقول لك صور لينا البلاصه اللي فيها المشكل، كتصورها كتصيفطها لهم، هما كيصيفطوا لك لاجوندا فيها الرونديفو ديالك على حساب المشكل اللي عندك. كيصيفط لك لاجوندا، انت كتوافق على ديك لاجوندا، كتاخذ ديك التاريخ اللي عطاوك ولا تاريخ اخر، المهم كتفيكسي الرونديفو نهار فلان فلاني، كيجي عندك التكنيسيان للدار ويصوب لك الطوموبيله في الكراج ديالك ولا في الزنقه، على حساب الخدمه اللي غادي يدير. شتو غادي تقولوا لي انتم واي ولكن هاد الطوموبيله حيت الكتريك، ايه الطوموبيله الكتريكيه، ولكن هاد الناس هادو راه خدموا داروا مجهود وعرفوا الطريق اللي يمشيوا ليها للبزنس ديالهم باش يوصلوا للهدف ديالهم. وشنو هو الهدف ديالهم؟ وهو يتشهروا يبيعوا يربحوا الفلوس، وما عمر رد عليهم الخدمه ديالهم، وديما كيبقاو الفوق الفوق. فهمتوا؟ جاوا وحدين اخرين منافسين حتى هما داروا بحالهم، ولكن باقي هاد المجهودات اللي دايرين هادو باقي ما وصلوهاش هادوك الناس الاخرين. ولهذا كنصح اي واحد ملي كيدير شي خدمه، خصوصا تكون الخدمه ديالو، يحاول يبدع، ماشي يبقى ديما في نفس داك الشيء، يبدع. انا كنعرف دابا شحال من حداد و جالس كيتسنى يجيو الناس يجيبوا ليه الطرف ديال الحديد باش يسوديه، جالس كيتسنى. ما يقدرش الانسان مثلا يبدع ويدير شي حاجه، مثلا يشري الحديد ويدير بزاف ديال الديكور، يدير دي طابلو ديال الحديد، يدير دي فاز، يدير دي سميتو عليه دوك تماثيل دي ستركتور، اي حاجه يبدع بها، يدير علاقات، يدير بزاف ديال الحوايج ويديكوري الحانوت ديالو باش يجيو الناس يلقاو تقريبا داكشي كاع اللي كيقلبوا عليه يلقاو. هذا الشيء هذا حنا واقفين فيه، ما كنبدعوش، كنبقاو حنا كنبقاو داكشي اللي كنديروه كنبقاو فيه حتى كنموتوا. ما كاينش زعما شي واحد يدير شي مجهود باش يحاول يدير شي حاجه، الا بعض النجاره اللي كيديروا مثلا بعض شي طابلات صغيورين اللي ما مولفينش كيديروهم، وكيديروا مثلا دي كوموند وكيحطوهم. كتشوفوا الناس راه خدامين، تبارك الله وتحيه السي رشيد بدان صديق ديالنا والدرب اللي كيبدع. انا مشيت عنده ديك النهار لقيتو كيدير واحد الفوتويات ديال عنده اون كوموند فوتويات، تبارك الله صاحبي زوينين. فهمتوا؟ راه شوفوا الفيسبوك ديالو، راه كيدير بزاف ديال الاشياء، يعني كيبدع الانسان، كيوريك بلي ان راه ماشي جالس هنا كندق في المسامر، لا راني خدام كنصوب هنا ونصوب هنا ونصوب هنا، اللي بغيتيها نصوبها لك انا معاك. هذا هو اللي كنصحوا الاخوان اللي عنده شي حرفه يبدع فيها، وخصوصا بعد المرات ملي كتكون القضيه ناشفه، يعني واقفه ولا شي حاجه. هذا الشيء ضد عكس، يعني عكس شي وحدين مثلا كيديروا لا ريستوراسيون ولكن خدامه ليهم. هذاك نصيحه، ما عنده ما يبدع، يبقى في داك الشيء اللي فيه، لان القضيه خدامه، داك الشيء خدام وبنين. الا مشى تبدل ضربوا تران، كيف ما السيد السي حسن والسي عياد ديال فاس اللي عندهم المحل في بوسبير القديم اللي درنا عليه فيديو، راه شفتوه الاخوه، وما شاء الله الاخوه راه شافوه بزاف ديال الاخوه، شافوا تقريبا اكثر من 1000 واحد شاف هذا الفيديو هذا، وتحيه لهم هاد الناس هادو، مع واحد ولد هو صغير ما عرفش السميه ديالو، هما ثلاثه تما السي حسن والسي عياد الفاسي في حانوت المحل ديال ولد القرع. والاخوه اللي طلبوني اللي ارسلوا لي رساله وقالوا لي عطينا العنوان، انا سيفري ما درتش العنوان، ولكن راه باين في بوسبير قبل المقاطعه ديال بوسبير، صافي قبل المقاطعه، ملي كتكون جاي من الدراري اللي كيعرفوا جاي من درمعيزيه، وصلتي درمعيزيه كدور على اليمن بوسبير، راه كاين سميتو عليه، كاين هو قبل المقاطعه، ماشي هذاك اللي مورا المقاطعه، هذاك مورا المقاطعه ما شفتوش، الا كنتي جاي من الباب الجديد كيبان لك واحد قبل المقاطعه، هذا الا كنتي جاي من الباب الجديد، ومورا باب جديد. وتحيه لخونا اسمه محمد ترتار، شحال هذه تا هو، تحيه للاخ ترتار اسمه محمد، ما شحال هذه ما سمعت عليه اخبار ولد بوسبير تمايا، كتسكن حدا دار، عندي واحد الخاله كتسكن تمايا خالتي، المهم، وتحيه لها تا هي كذلك، وتحيه لسي بشعيب ولد خالتي. المهم
هذا راه مورا المقاطعه الا كنتي جاي من باب جديد مورا تفوت المقاطعه على اليمين هو يتم سي حسن. دونك هذا السيد هذا كيدير اشياء ما خصوش يبدع، عايبقى في داك الشيء لان خدامه عنده ما شاء الله. الله يكمل عليه، الله يسهل عليه. هذا ما كاين يا اخوان، الى عجبكم الفيديو ديروا لايك، ما تنساوش تابوناو في هذا لاشين هذه اللي غدا الحمد لله بخير وعلى خير، خليل بلوغ، كليل بلوغ. تابوناو وركوا على الجرس الصغير باش يجيوكم الفيديوهات، اي فيديو جا حنا كنصيبطوا المعلومات الواعره، حنا ما غاديش نضحكوا على الناس، ما نضحكوش على الناس قولي، ولكن كنصيبطوا المعلومات المفيده والنصائح ولا شي حاجه. نضرب عليكم شي دكه، الله يعاونكم.